وعلاش بونال هي المخيرة في الجزائر؟ نشوفوا وهران. راكم تسمعوا فيا ولا لا؟ يليق نحسنوا في النوعية تاع القهوة وفي النكهة ديالها. التحميص نبغيه يكون سواسوا. نيشان نبغيها تكون صافية نقية وبنينة. أفهمتوا ولا لا؟ نجيبوا لك قهوة بونال وصاي. عنده الحق كمال، قهوة بونال نقية صافية وبنينة. قهوة بونال هي المخيرة ودايما في القمة.